الجمهور جزء من الماتش، لازم يبقى جمهور حاضر عشان يشجع فريقه. وان ما كانش في جمهور، حضرتك شفت السنين اللي فاتت كان الماتش تحسه اللي هو ماتش مش ممتع بالنسبه لما يكون في جماهير. والله انا شايف ان هو قرار جميل، وكمان بيدي متعه للماتش اكتر. وبس الناس يعني يا ريت تلتزم بالكمامات وكده، ويكون في وعي صحي للناس. طبعا قرار صحيح وقرار عالمي، واحنا شفنا التنظيم في ماتش الاهلي والاسماعيلي اللي فات كان تنظيم رائع، وزمالك وومي الناس كلها مبسوطة. ده قرار جميل أوي والله، وكان فين الدوري اللي فات قرار ده؟ بروح رياضية، وكل واحد شجع فريقه وما نغلطش في بعض، وإن شاء الله تبقى دوري جميل جدا وموسم كويس كل الفرق الدوري. هو أنا دخلت على تذكرتي وعملت إيميل ليا، عامل إيميل وفي نظام تذكرتي، ولما بجي على التذكره بحجز التذكره فان اي دي وبشترك بيه، بدفع في فوري، بتبقى حاجه كويسه وسهله. حتى لما بخش المدرج بالتذكره بتبقى حاجه كويسه ونظام كويس وتجربه كويسه بالنسبه للكره المصريه. شيء طبيعي وحلوه طبعا للجمهور، بس لو زادت بالنسبه تبقى طبعا اجمل حاجه ان تشوف المباراه طبعا من الاستاد. ده اجمل حاجه، هي الكره اصلا للجمهور مش حاجه كويسه. طبعا عايزين الدنيا تبقى كوة 11 و2010 والجمهور، ويبقى مليين الاستاد مش زي دلوقتي 1000 ولا 2000، لا احنا عايزين 5000 و10000 و11000 و20000، ويبقى جمهور الاهلي والزمالك زي اللي شجعوا فرقتهم، مفيش غلط.